في هذا العرض سوف أثبت لكم أن نهاية اقتراب إكس من الصفر لجيب إكس تقسيم إكس تساوي واحد. وقبل أن أقوم بذلك، قبل أن أقطع على المثلثات، سوف أغطي ناحية أخرى من الحدود، وهي نظرية الضغط، لأنه عندما تفهمون ما هي نظرية الضغط ستتمكنون من استخدامها لإثبات هذا. في الواقع أنا أعتقد أنكم ستجدونها متقنة ومرضية إذا استوعبتموها، وإذا لم تستوعبوها ربما ستلجؤون إلى حفظها، لأن تلك النهاية مفيدة جدا لتعرفوها لاحقا عندما نأخذ مشتقات اقترانات علم حساب المثلثات. فما هي نظرية الضغط؟ إن نظرية الضغط هي النظرية المفضلة لدي في الرياضيات، لأنها تحتوي على كلمة ضغط. نظرية الضغط، وعندما تقرؤونها في موضوع التفاضل والتكامل فإنها تبدو معقدة. لا أعلم، عندما تقرؤونها في موضوع التفاضل والتكامل أو في مقدمة التفاضل والتكامل إنها تبدو معقدة، لكن مضمونها واضح جدا. دعوني أعطيكم مثالا. إذا أخبرتكم أن سالي تأكل أكثر من أميمة، سالي تأكل أكثر من أميمة، إذا أخبرتكم أن هذا صحيح، سالي دائما تأكل أكثر من أميمة، وأردت أن أقول أن سالي دائما ما تأكل أقل من لا أعلم. دعوني أحاول إيجاد شخصية أخرى. أحمد. إذن في يوم من الأيام، دعونا نفترض أن هذا هو اليوم المعين، سالي تأكل دائما أكثر من أميمة في يوم ما، وسالي دائما ما تأكل أقل من أحمد في يوم ما. الآن إذا أخبرتكم أنه في يوم الثلاثاء أكلت أميمة بمقدار 300 سعرة حرارية، إذن 300 سعرة حرارية، وفي يوم الثلاثاء أكل أحمد 300 سعرة حرارية، إذا السؤال الآن هو كم سعرة حرارية أكلت سالي أو أكلت أنا يوم الثلاثاء؟ حسنا، دائما ما أكل أكثر من أميمة. حسنا، أكثر من أو يساوي أميمة، ودائما ما أكل أقل من أو يساوي أحمد. بالتالي في يوم الثلاثاء يجب أن آكل 300 سعرة حرارية. إذا هذا هو جوهر نظرية الضغط، وسوف أقوم بحل بعض الأمثلة عليها، لكن مضمونها إذا كنت دائما أكبر من شيء ما ودائما أقل من شيء آخر عند نقطة ما، فإن هؤلاء الشيئان متساويان. حسنا، بالتالي يجب أن أساوي هذان الشيئان مهما كانا. إنني نوعا ما متموضع بينهما، إنني دائما أقع بين أميمة وأحمد، وإذا كانا يقعا على نفس النقطة في يوم الثلاثاء بالتالي يجب أن أكون على تلك النقطة أنا أيضا، أو على الأقل يجب أن أقاربها. لذا دعوني أكتب بعبارات رياضية كل ما تتضمنه فوق مجال ما. إذا قلت أن جيل إكس
أقل من أو يساوي f ال x أقل من أو يساوي h ال x فوق مجال ما، ونعلم أيضا أن نهاية g ال x نهاية g ال x كلما اقتربت x من a تساوي نهاية ما لتكن L، ونعلم أيضا أن نهاية اقتراب X من A لـ H الـ X أيضا تساوي L، بالتالي فإن نظرية الضغط تخبرنا، وأنا لن أثبت ذلك هنا، لكنه من الجيد أن تفهموا ما هي نظرية الضغط. نظرية الضغط تخبرنا أن نهاية اقتراب x من a لـ f الـ x يجب أيضا أن تساوي L، وهذا نفس الشيء. هذا مثال على f الاكس، يمكن أن يكون مقدار ما أكلته سالي في يوم ما، يمكن أن يكون أيضا مقدار ما أكلته أميمة في يوم ما، هذا أحمد، إذا أنا دائما أكل أكثر من أميمة أو أقل من أحمد. من ثم في يوم الثلاثاء يمكن أن نقول أن A هو يوم الثلاثاء، إذا كان لدى أميمة 300 سعرة حرارية ولدى أحمد 300 سعرة حرارية، بالتالي أنا أيضا على 300 سعرة حرارية. دعوني أمثل هذا بيانيا من أجلكم، دعوني أمثل ذلك بيانيا، وسوف أقوم بذلك بلون مختلف. نظرية الضغط حسنا، دعوني أرسم النقطة A مع L، دعونا نفترض أن هذه A، تلك هي النقطة التي نهتم لأمرها A، وهذه هي L، ونحن نعلم أن جيل إكس أقل اقتران، إذا دعونا نفترض أن هذا الشيء الأخضر الموجود هنا عبارة عن جيل إكس، هذا هو جيل إكس، ونعلم أنه كلما اقترب جيل إكس، إذا جيل إكس يمكن أن يبدو هكذا، ونعلم أن نهاية اقتراب x من a لجيل x تساوي L، وهذا موجود هنا، هذا هو جيل x، دعوني أضع h ال x بلون مختلف، إذا الآن h ال x يمكن أن يبدو هكذا، بهذا الشكل، ذلك هو h ال x، نعلم أيضا أن نهاية اقتراب x من a لـ h ال x، دعونا نرى هذا هو اقتران محور x، إذا يمكنك أن تسميه h ال x g ال x f ال x، ذلك عبارة عن محور تابع وهذا محور x، مرة أخرى إذا نهاية اقتراب x من a لـ h ال x حسنا على تلك النقطة أي h ال a تساوي L، أو على الأقل أن النهاية مساوية لذلك، ولا يجب أن تكون أي من هذه الاقترانات معرفة على A طالما أن هذه النهايات موجودة، وهذه النهاية موجودة، وهذا أيضا شيء مهم لنتذكره. إذا ماذا يوضح لنا هذا؟ إن f ال x دائما أكبر من هذا الاقتران المكتوب باللون الأخضر، إنه دائما أقل من h ال x،
إذن أي من F الـ X أقوم برسمه سيقع بين هذين الاثنين؟ إذن لا مشكلة في كيفية رسمي له. إذا أردت أن أرسم اقتراناً فإنه محاط بهذان الاقترانان، وذلك من خلال التعريف، لذا يجب أن يمر بهذه النقطة، أو على الأقل يجب أن يقارب تلك النقطة. ربما أنه غير معرف على تلك النقطة، لكن نهاية اقترابنا من A لـ F الـ X يجب أيضا أن تكون على النقطة L. ربما أن F الـ X لا يجب أن يكون معرفا هناك، لكن نهاية اقترابنا ستكون L. وأتمنى أن ذلك منطقيا بعض الشيء، وأتمنى أن مثال السعرات الحرارية قد وضح الأمور قليلا. إذا دعونا نتذكر ذلك نظرية الضغط، والآن سوف نستخدمها لإثبات أن نهاية اقتراب x من الصفر لجيب x تقسيم x تساوي 1. وأريد القيام بذلك أولا لأن هذه نهاية مفيدة جدا، ومن ثم إن الشيء الآخر أنه في بعض الأوقات عندما تتعلمون نظرية الضغط سترونها واضحة، لكن متى تكون مفيدة؟ سوف نرى ذلك. في الواقع سوف أقوم بذلك في العرض التالي، بما أنني استغرقت الآن 8 دقائق من الوقت، لكننا سنرى في العرض التالي أن نظرية الضغط مفيدة جدا عندما نحاول إثبات هذا. سأراكم في العرض التالي.